مميز جدا السابق كابتن ناصر. مساء الخير على حياتك. تخيل عليك كابتن فاروق، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن ربيع ياسين اهلا وكابتن بيك كابتن وليد صلاح وكابتن سمير كمونه. كابتن تحياتنا ليك يا كابتن. يمكن النهارده كابتن حسام البدري بعد المباراه يمكن كان في تصريح بخصوص التحكيم، الى حد ما كان في ضربه جزاء لم تحتسب لوليد ازارو، الى حد ما كانت واضحه، يعني اخد راي حضرتك في الجزء التحكيمي يا كابتن ناصر. كابتن فاروق طبعا في شك النهارده التحكيم كان له دور كبير جدا جدا في المباراه، وانا هبدا من البدايه من بدايه الشوط الاولاني في الدقيقه 10 عندما احتسب الحكم ركله جزاء لوليد ازارو. بنقول ركله جزاء، هو طبعا ركله جزاء صحيحه، ولكن بنتكلم في حاجه اسمها العقوبه الانضباطيه يا كابتن فاروق. هل تستحق البطاقه الحمراء ولا تستحق البطاقه الصفراء؟ احنا قلنا لما يكون اللاعب منفرد تماما وكل الاعتبارات موجوده بالنسبه للفرصه الواضحه لاحراز هدف، ايه هي الاعتبارات؟ احنا قلنا دايما وليد ازارو كان منفرد تماما، مواجه للمرمى، مسيطر على الكره، اخر تاني مدافع كان بعيد عنه، وبالتالي هنا حصل حاجه اسمها الدفع. الدفع هنا ما كانش فيه، هنا بنقول على حاجه مهمه جدا، بنقول ان ما كانش فيه هنا لعب على الكره، ولكن المخالفه كانت الدفع، وبالتالي طالما توفرت الفرصه المحققه كان يجب على الحكم ان يطرد اللاعب اللي هو متصل الطلبي اللي هو مدافع الترجي، والمفروض بطاقه حمراء مستحقه. طبعا كان تقدير خاطئ من الحكم في ان هو اداله انذار بس، ودي طبعا يعني قرار اثر في نتيجه المباراه يا كابتن محمد. طيب بالنسبه لركله الجزاء اللي هي تم احتسابها. طيب بالنسبه للاخطاء التحكيميه اللي كانت موجوده بالنسبه اتفضل في واحده ثانيه فاروق. طبعا كابتن فاروق عندنا الو اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. عندنا مشكله في الحكام المساعدين يا كابتن فاروق. اولا في الدقيقه 23 مساعد رقم واحد اشار بالخطا على تسلل على جونيور، وكان الراجل في موقف سليم نتيجة طبعا عدم التمركز وعدم الربط لحظة اللعب ما بين اللعب والكرة، نتيجة عدم التركيز، ودي كانت إشارة بالخطأ على تسلل غير صحيح بالنسبة للاعب الأهلي. عندنا تسلل بالخطأ طبعا في الدقيقة 80 من المساعد رقم 2 لما وليد أزارو استلم الكرة وكان في لاعب من المدافع مغطي، وهنا اللعبة دي طبعا لعبة من الألعاب المهمة جدا اللي هي اتلعبت بالعرض يا كابتن محمد لو حتى بتفتكر لعماد متعب. عماد متعب صحيح كده. واشار عليها الحكم المساعد بالتسلل، وطبعا هنا القرارين دولت قرارين مؤثرين في نتيجه المباراه كابتن، نتيجه عدم التمركز والتركيز بالنسبه للحكام المساعدين. طب كابتن يمكن جزئيه التحكيم في افريقيا بتشوفها ازاي دلوقتي؟ والله كابتن فاروق انا بقول النهارده يعني انا بقول النهارده الاخطاء النهارده اثرت تاثير كبير في نتيجه المباراه. يعني لما يبقى النهارده المفروض اللاعب يطرد من الدقيقه 10 من الشوط الاولاني كابتن فاروق، وانت عارف المفروض لاعب الفريق بيلعب 10، اكيد طبعا كان هنا يبقى في الافضليه للنادي الاهلي، لان النهارده الدقيقه 10 يطرد لاعب كان المفروض يبقى في شجاعه من الحكم في طرد هذا اللاعب، وما كانش يعمل حسابات لاي شيء غير ان هو ينفذ القانون. وزي ما قلت لك كانت كل توافر عناصر الطرد كانت موجوده، للاسف القرار ما كانش موجود يا كابتن محمد. والله يا كابتن انا دائما النادي الاهلي ويمكن التحكيم الى حد ما عايز تتكلم. كابتن ناصر ازيك كابتن؟ اتفضل كابتن. الله يخليك كابتن سمير كمونه مع حضرتك. كابتن ازيك؟ ازي حضرتك كابتن؟ بس عايز اخد راي حضرتك طبعا في ضربه الجزاء الثانيه اللي هي شبيهه لضربه الجزاء الاولى في الدقيقه 11 طبعا اللي جابها عبد الله السعيد، تقريبا في يعني ضربه جزاء مشابهه لضربه الجزاء الاولى، عايز اخد راي حضرتك لو انت كنت شايفها يعني. شوف يا كابتن سمير، اللعبه ديت لعبه من الالعاب الصعبه جدا جدا، هو طبعا المهاجم كان في وسط الاثنين مدافعين، وهو طبعا هنا انا شايف ان في الدفع موجود، دفع من المدافع في ظهر اللاعب موجود، هنا بس التصوير هل هي داخل منطقه الجزاء ولا خارج، احنا بنختلف في الحين، انما المخالفه كانت موجوده يا كابتن سمير، مخالفه الدفع من مدافع الترجي، وطبعا هنا الحكم نتيجه البعد عن الحدث طبعا ما قدرش ياخد القرار نتيجه ان هو كان بعيد جدا جدا وكان تقريبا في نص الملعب، وبالتالي انا شايف هنا كان في يجب احتساب مخالفه سواء بقى كانت داخل منطقه الجزاء ركله جزاء او خارج كانت تحتسب ركله حره مباشره. وفي فرصه ثانيه لوليد ازارو اتعملت عملها بالعرض لعماد متعب الحارس قال عليها دي برضو بتهيألي ما فيهاش حاجه خالص يعني. ما فيش فيها تسلل خالص يا كابتن كمال، انا اتكلمت فيها في الاول، ودي كانت المفروض كان الحكم المساعد كان اشار باستمرار اللعب ونتيجه عدم التمركز وعدم التركيز من المساعد الواقف على التسلل. صحيح في الدقيقه 75. صح في الدقيقه 75. شكرا كابتن. صحيح بشكرك كابتن ناصر، يعني اكيد وضحت لنا بعض الامور اللي كانت موجوده واكدت عليها من طبعا بعد تصريح كابتن حسام البدري قال ان